يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر بسؤال جديد وبموضوع جديد. طيب بما ان احنا بقى عمالين نتكلم كده ومهتمين دلوقتي في السوشيال ميديا بموضوع الراجل والست والمتجوزين عامه وازاي نتعامل مع بعض، والموضوع مش عارفه ليه قلب زي في اكسبريشن كده او يعني جمله بمصطلح بيتقال عن الحاجات زي عندنا بالظبط كده حسبه بيرما اللي هو روكيت ساينس. احنا كبرنا الموضوع قوي وبقينا عمالين يعني الخبراء والمحللين عمالين يقولوا احنا ازاي نتعامل، ازاي الست تتعامل مع جوزها وازاي الراجل يتعامل مع امراته، وكبرنا الموضوع ان احنا يا جماعه من بدء الخليقه الراجل والست بيتعاملوا والحياه ما فيش مشكله، يعني في بعض المشاكل بنحاول نتعامل معها. فمن ضمن هذه المشاكل والمواضيع هو موضوع هل لازم تفكري جوزك كل شويه بالحاجه اللي طلبتيها منه ولا بتسيبيه هو يفتكر لوحده؟ طب هل المفروض تزني عليه ولا هل هي مره وتسيبيه براحته يعملها عشان الراجل مشغول وتعبان وحاجات كده؟ يعني موضوع كبير. خليني اروح للراجل اللي معانا دلوقتي في الحلقه. انت شايف ايه؟ لا هو مش لازم خالص، ما تفكرليش، ما تقوليليش، ما تقوليليش قلتي مره وانا ما عملتهاش عشان مشغول، مش فاضي، لو فاضي كنت عملتها. فايه بقى ببساطه يعني فاهميها انت يعني. هي لو حاجه، بصي عايز اقول لك على حاجه، هو احنا ما عندناش طبعا قواعد، ما عندناش كتالوج نمشي عليه، مظبوط؟ فهي العلاقه ما بين الزوجين مبنيه على ايه؟ مبنيه على الحب والتفاهم، ده اساس كل حاجه، الحب والتفاهم والمشاركه. والمشاركه طبعا. أيوة. حلو قوي. المشاركه، مش الزوج هو اللي يعمل كل حاجه، والمشاركه لازم هما الطرفين يعملوا مع بعض اي حاجه في البيت هما محتاجينها. مثلا لو هي عايزه في حاجه بايظه في البيت، عشان بس النقطه دي ناس كتير بتتكلم فيها، لو في حاجه بايظه في البيت هل الزوج هو مفروض عليه ان هو اللي يصلحها؟ مش مفروض ولا يعني حاجه بسيطه، يعني انا مش بتكلم طبعا في الاعمال الشاقه عشان ما حدش يفهم غلط، يعني لو في حاجه مثلا صعبه او حاجه محتاجه مجهود او حاجه هتتشال من مكانها هنا طبعا لازم، لكن نزل الستاير. طلعت نزل الستاير كل ممكن تكون ما بتعرفش تنزل الستاير، غير اللمبه، ما تطلعي غير اللمبه، ممكن تكون قصيره، ما هو هيقف على كرسي هو كمان اكيد مش فاهم. ممكن تكون بتخاف من الكهرباء. ما هي الكهرباء، ما هو يعني هو الكهرباء عادي يعني هنا. هو الكهرباء عادي يا جماعه، بتخاف يعني هي ست، فطبيعي هي تصريح مهم جدا هنا الزوج الكهرباء عادي. هي كست مخاوفها اكبر، يعني لو دخل حرامي في البيت دلوقتي. ما احنا قلنا بقى ان مش كل حاجه طبعا، لا هيكون في حاجات لازم الراجل هو اللي يكون موجود طبعا. طب حلو، لطيف جدا. طب هي بما انها طلبت منك، يعني بما ان هي بدرت وطلبت منك، فاكيد ما عندهاش القدره ان هي تعملها. لا خالص، هو في بعض الاوقات بيكون استسهال، يعني خد الزباله وانت نازل. طب هل ده فرض على الزوج ان ياخد الزباله وهو نازل؟ هل فرض ده فرض يعني؟ اكيد مش فرض. طب ما انت نازل. طب ما يعني هي ما بتنزلش؟ ممكن تكون انت نازل وهي مش نازله. طب ما انت فين المشكله؟ ايوه هي نقطه كويسه. ممكن تكون انت نازل وهي مش نازله، اذا لو هي نازله ممكن تاخدها عادي. هو ده اللي عايزين نتكلم فيه. ما تاخدها عادي، لازم الدنيا تكون، مش عايزين طبعا نسخن بعض الناس، لان اكيد يعني في ناس يعني كلنا بناكل عيش بالمناسبه يعني، فمش عايزين نسخن بعض الناس فيروح البيت يقول لا انا مش هغير اللمبه، لا انا مش عارف ايه، والدنيا هتبوظ عنده يعني، فبلاش يعني زي ما قلنا هي مش قواعد يعني. لا طبعا هي مش قواعد. بس في نفس الوقت هو عادي لما اطلب حاجه من الرجل، رجل البيت اللي موجود، عشان يعني يعمل الحنفيه بايظه، محتاجين سباك، مش عارفه ايه، محتاجين نجار، محتاجين كهربائي. طب يعني اعمل ايه؟ ماشي، محتاجين حد يجي طبعا، هو لازم يقف معاه، اكيد صنايعي داخل البيت. طيب. هو لازم يقف معاه، دي مالهاش علاقه باللي انا بقوله. انا بقول في حاجات تانية كتيره بقت مسؤوليه على الزوج من لا شيء، وهي مش حاجه اصلا يعني، هي ممكن اي حد ان هو يعملها بجد والله، ممكن اي حد، ممكن هي تعملها وهي في البيت. فهنا بس اللي عايز اقوله ايه، ان انت لو طلبتي من زوجك حاجه وهو مشغول، ما افتكرش يعني، كان في كوميك كده كان طالع من فتره، اكيد كلنا تابعناه على السوشيال ميديا، اتنين لسه متجوزين جداد بتقول له مش عارف الحنفيه بايظه عايزين نصلحها، فقال لها حاضر، فجايين الصوره اللي بعدها على طول وهم بقى كبروا في السن، عندهم حاجه و60 ولا 70 سنه، تقول له مش قلت لك الحنفيه بايظه؟ قال لها ما انا قلت لك حاضر انا كمان. ده الوقت المناسب. ده الوقت المناسب. ده الوقت المناسب. انتوا شويه بالكم طويل في الحاجات دي، واحنا بيبقى احنا عشان دايما بتبقى ايدينا في البيت، فعايزين الحاجه، عايزين الحنفيه سليمه، عايزين نجار الخشب سليم، عايزين حاجاتنا سليمه. طولة البال مطلوبه يا جماعه، صدقيني في التعامل والله. طولة البال، وانتوا طول يعني مفيش طولة بال في حاجات مش 40 تانية. 50 سنه يعني ما هي نفس الفكره. بس عامه لا بجد والله، يعني بعيدا بقى عن يعني النقاش ده، هو زي ما كنا بنتكلم يعني فكره المشاركه، ولا المفروض طول الوقت الست تكون اعتماديه بشكل كامل على الراجل،
ولا في نفس الوقت الراجل كل حاجة الست تقولها يبقى تبقى مش مهمة. يا ربي دي عمالة تطلب كتير، يا ربي دي عمالة تزن. خالص الموضوع سهل وبسيط يا جماعة. وأنا بجد أنا يعني عندي تساؤل، أنا مش فاهمة ليه العلاقة بين الراجل والست بقت محتاجة دراسات وآراء وناس عمالة تزايد. هو في ايه؟ ما الناس متجوزة من زمان جدا وبيتعاملوا مع بعض، يعني مفيش مشكلة. العلاقة الزوجية اي علاقة بين اي اتنين كائنين بشر تعتمد على الكرامة، يعني دي كرامتنا، الاحترام، المودة، الحب، معروفة من زمان جدا، مفيش اي حاجة شاذة. ايه اللي حصل بقى؟ كلام الصح. بعض المختصين اللي بيقولوا ان هم خبراء في الأسرة وبتاع، هم دول اعتقد يعني لان هم بيحطوا قواعد للأسف، يعني هم ممكن يقولوا لو جوزك عمل كذا لازم تتصرفي بالشكل بالطريقه دي، انت ليك استقلاليتك الماديه، ما ينفعش تشاركي في البيت، انت وانت المفروض وانت المفروض. الاسره كل بيت زي ما بنقول كده مقفول على حاجات كتير قوي، ممكن في بيت مقفول على بعض المشاكل الصغيره، كلمه من دي ممكن تروح مولعه الدنيا وتكون سبب في خراب البيت ده، مع ان هما الاثنين مستحملين بعض. يعني هنفترض مثلا جمانه، وده المثل اللي كنا بنتكلم فيه قبل الهوا، لو في زوجين متفاهمين على مصاريف البيت وهي بتشتغل وهو الراجل مش مقصر وعامل اللي عليه وهي برضو بتحاول تساعد في البيت، سمعت حد من الخبراء والمختصين بيقول ان الست لها استقلاليتها الماديه ومش المفروض ان هي تشارك في البيت، هي هتعمل ايه؟ مع اول مشكله هتحصل بين الزوجين، بينها وبين جوزها، اول حاجه هتعملها ايه؟ هتقطع الفلوس اللي بتصرف طول الوقت دي، فلوس دي استقلاليتها الماديه. واحده واحده هتلاقي البيت بيبوظ، مش عشان هي ما بتصرفش، لا، عشان ما بقاش في تفاهم ما بينهم هما الاثنين، عشان ما بقاش في تعاون، ما بقاش في مشاركه ما بينهم هما الاثنين. صحيح. وزي ما انت قلت يا شاذلي، كل بيت ليه ظروف، كل اتنين متفاهمين على ظروف معينه وعلى وضع معين وعارفين يتعاملوا بيه. انا هنا مش بتكلم على المشاكل اللي بتبقى مبنيه على عدم الاحترام او التجاهل، او دي قصص ثانيه طبعا، لكن احنا بنتكلم في الظروف الموجوده. زي مثلا حد يقول لا والله هو مفيش اي مشكله، لازم الست طول الوقت مثلا في البيت تكون، لازم يكون كل حاجه يعني زي ما بيقولوا كده، يعني الورقه والقلم، بالورقه والقلم وكل حاجه كما يجب ان تكون. البيت دايما لازم يكون بقى نظافه، يعني احسن لا 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 حاجه لا لا. في الدنيا لازم نراعي ظروف كتيره طبعا. لا هو مش لازم، بس بالظبط لا مش لازم. في ناس تقول لك لا والله ما فيش كرامه مثلا بين الراجل ومراته، يعني في حاجات يا جماعه انا مش عارفه احنا دخلنا فيها ليه اصلا، انا ما بعرفش احنا ايه اللي جابنا هنا. فاكر برضو جت في وقت كده موضوع اصل الراجل مش ملزم والست مش ملزمه، احنا ايه اللي دخلنا، احنا ايه اللي جابنا هنا، احنا كلنا مالنا. فهي دي الفكره. على اي حال ده جزء من الموضوع، موضوع لازم نفكر، لازم تفكري جوزك كل شويه بالحاجات اللي طلبتيها منه ولا بيفتكر لوحده. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم. لكن قبل ما معلش انا عايز اعرف منك برضه، انت عادي ان هي تطلب منك وتفكرك ولا بتطلبها وخلاص وانت بقى؟ تفكرني بقول حاضر. سلام والله العظيم. ما بحسش حاجه. لا مش معقول والله ما شاء الله. على اي حال انا رايي انه عادي ممكن نطلب مره ونفكر تاني، مفيش مشكله خالص والحياه هتمشي. انا مش عارفه صحيح عشان نرايهم، عشان نراي الازواج. اصل احنا قولي لهم بقى نراي ايه؟ قولي للسيدات يعني عشان نراي الازواج. بس مش هقعد عمري كله يعني سيبيها لله. على اي حال ده سؤال الحلقه، مستنيين طبعا مشاركاتكم في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.